ابن الروح القدس إله واحد أمين، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور كلها أمين. حقرأ بعض أعداد قليلة من مزمور 119، والمزمور ده مشهور قوي في الكتاب المقدس. أولا ده أكبر مزمور تقريبا وأكبر إصحاح في الكتاب المقدس، وبيحكي عن الكلمة: طوبى للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب، طوبى لحافظي شهاداته من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون اسما في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، حينئذ لأخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك. أحمدك باستقامة قلب عند تعلي أحكام عدلك، وصاياك أحفظ لا تتركني إلى الغاية، ولإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين. أنا متأسف إن أنا بقلع العمة لأنه الحر، يعني الجو لطيف بس أنا شوية حرار زيادة، فيعني معلش حلوني يا أبائي منشمة. لو تنتني لابس العمة هحس إن أنا مش هعرف أكمل خالص، يعني وما يصحش طبعا واحد يوعظ كده، لكن معلش يعني أنتوا بمحبتكم تستحملوني. يعني النهاردة موضوعنا تحت الله أب كلامه لبنائك، ولو شئت الدقة أقول لكم إن الموضوع ده خطير جدا، لأنه الله أبويا اللي حكينا عنه في اليومين اللي فاتوا في مقدمة، والله أب اللي يعتني بحياتي، اداني حاجة أعيش بيها، لو ما كلتهاش هموت ومفيش أوبشن تاني. قبل ما أخش في الموضوع عايز أقول لكم إن كنيستنا قايمة على حاجتين: كنيسة القبطية الأرثوذكسية قايمة على حاجتين، وده تعليم الإنجيل وتعليم الآباء. لو جينا الكنيسة دي شلنا منها المنجلية وشلنا منها المذبح، تبقى كنيسة؟ لا، صحيح تبقى كنيسة؟ تبقى قاعدين فين؟ في قاعة. إيه اللي بيميز الكنيسة؟ مش الدكك، مش النجف، مش الأيقونات. إيه اللي يميز الكنيسة؟ منجلية وإيه؟ ومذبح. ليه؟ المنجلية نحط عليها الإنجيل القطمارس اللي هو الكتاب المقدس، والمذبح نحط عليه مين؟ المسيح. الإنجيل ناكله، واللي على المذبح نعمل إيه؟ ناكله. فلو ما كلتش الإنجيل وما كلتش جسده ودمه، أنت وأنت وأنا معرض إن أنا أعمل إيه؟ أموت. موضوعنا النهاردة الله أب كلامه لبنائك، اللي هي الكلمة. برضو كمقدمة أسأل واحد تقول له إيه أخبارك مع الكلمة، يقول لي أنا مواظب على قراية الكتب الروحية. طب والإنجيل؟ لا، يقول لك أصل أنا ماليش تقل عليه. لا يا حبيبي، انت في خطر. لا، انت تقرا الانجيل وتشبع بالانجيل، وانت بقى لك وقت اعمل ايه؟ اقرا الكتب، لكن الانجيل. احكي في الموضوع بتاعنا النهارده في كام نقطه كده بسرعه. ليه الانجيل، قرايه الانجيل مهمه؟ اول حاجه ليه مهمه؟ عشان ده الاكل بتاعي، الغذاء بتاعي. لو انت جسدك ما كلتش يوم، ما كلتش اتنين، ما كلتش تلات ايام، يحصل فيه هتهزل، هتلاقي نفسك بقيت تهزل. برضو الروح كده، لو الروح ما اكلتهاش الكلمة هتخس
وبعدين تعمل ايه؟ تموت. ايوة الله ابويا، بس الله ابوك ادك الكلمة تاكل، لو ما كلتش انت في خطر عظيم. بصوا كل ده بتاع احد الاباء، كل حلو قوي، بيقول ايه؟ يوجد رجاء، يوجد رجاء لأعظم خاطي يقرأ الكتاب المقدس. بقيت تقول بقى اللي مرعب، يوجد خطر على أعظم قديس يهمل إيه؟ الكتاب المقدس. ليه الكتاب المقدس مهم؟ لأنه أكل. مين قال الكلام ده؟ أنا هختار تحت كل نقطة أي واحد، لكن في آيات كتير قوي تقدر تعمل سيرش، هتطلع آيات كتير قوي تحت كل نقطة. كلام اللي قاله المسيح له كل المجد في متى 4:4، فأجاب وقال مكتوب ليس إيه؟ بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل إيه؟ بل بكل كلمة تخرج من فم الله. والكتاب المقدس ده إيه؟ كلام الله. إذن ده الأكل. أقول لك آية تانية في الحتة دي تلاقيها موجودة في أرمية 15:16، احفظ وجد كلامك فعملت إيه؟ فأكلته. ده كلام واضح، وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. إذن ليه الكلمة مهمة؟ لأنها غذاء. تاني نقطة، ليه الكلمة مهمة؟ ليه مهم لازم نقرأ الكلمة؟ ولما أقول لك تقرأ الكلمة، وهقول لك على نظام مقترح في الآخر تقرأ الكلمة إزاي. ليه الكلمة مهمة؟ لأنها سلاح تحارب إبليس. أنت لما يجي إبليس يحاربك أو يحاربك أو يحاربني بأي فكر، تحاربه بإيه؟ جاي إبليس يحاربك مثلا بفكر وحش، فأنت إبليس هتقوله إيه؟ عيب بقى يا شيخ، اختشي، ما تحاربنيش، يضحك عليك. لكن إن رددت الكلمة واللي أنت حافظه من الكلمة، الشيطان يعمل إيه؟ يهرب. الكلام ده موجود فين؟ في أفسس 6، وبولس الرسول قال كده، وخذوا خصت الخلاص وإيه؟ قال وسيف الروح الذي هو إيه؟ كلمة الله. فأنت لما يجي إبليس يحاربك وتقول في وشه مزمورين، يعمل إيه؟ يمشي، عامل زي السيف. السيف. إذن الكلمة غذاء، والكلمة تهاجم بيها. من فضلك انتبه معايا، احنا مع ابليس مش بندافع، احنا مع ابليس بنهاجم. مش ابليس داخل عليك وانت بتعمل ايدك كده اوعى اوعى اوعى، لا، ده مش ولاد الله اللي يعملوا كده. لكن ابليس داخل عليك وانت ايه؟ تهاجم. انت تأتيني بسيف ورمح، وانا اتيك ايه؟ بقوة اسم رب الجنود. وقوة اسم رب الجنود دي تلاقيها فين؟ في الكلمة. إذن دور ولاد الله إنه الكلمة يهاجموا بيها، ما يقدرش عليه. الشيطان يدرك كويس قوي مدى قوة الكلمة دي. ليه؟ لأنه عارف الكلام اللي قاله المسيح، الكلام الذي أكلمكم به هو إيه؟ روح وحياة. واحد، إن الكلمة مهمة لأنها أكل، ولو ما كلتش بعد الشر عليك وبعد عنك هتموت، مش موت جسدي، موت أبدي. اتنين، الكلمة حرب، إنك بتقاوم بيها. تلاتة، الكلمة تعمل إيه؟ ناقص حاجتين تعملهم الكلمة. الكلمة شوف في مزمور 19 يقول ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الايه؟ الجاهل حكيما. خلي الجاهل حكيم. الكلمة، لان كلام الله تعلمك الحكمة. بيحكي لنا ابونا الكبير الله يناح نفسه، عندنا ابونا كرولوس، اكيد في منكم ناس يعرفوه، بيحكي لنا عن راجل في الصعيد جاهل، أمي ما بيعرفش لا يقرأ ولا يكتب، ما بيعرفش يقرأ بس إلى الكتاب المقدس،
ربنا اداله النعمة دي. الرجل ده من كتر حكمته بسبب الكتاب المقدس يقعدوه في وسط ناس كبيرة قوي يحكم ما بينهم، والناس يستعجبوا انت جبت منين الحكمة دي وانت جاهل؟ كان يقول ايه الكلمة تعمل ايه؟ تصير الجاهل ايه؟ حكيما. تعرف الانسان الحكيم يشوف الحكيم منين؟ اعرف ان ده بيقرأ الكلمة، وده حافظ الكلمة، وده بياكل الكلمة، وده ما بينزلش من باب بيته الا ما يكون قرى الكلمة، وده متخزن جواه كلمة كتير تاني. واحد تاني هايش، تعرف ايه؟ انه ايه؟ مفيش كلمة. على رأي الانبا يؤنس المتنيح اسقف طنطا يقول لك لا تجد قديسا الا وراءه شبع بالكلمة. قول لطيف قوي ليه، لك عمرك ما تلاقي قديس الا وراء انه عامل ايه؟ شبعان بايه؟ بالكلمة. الكلمة مهمة. واحد غزة، اتنين بحارب بيها، تلاتة بتخليني انا جاهل حكيما. مش تطلع بتقول انا بقيت حكيم، لما قلت كده يبقى انتش حكيم، لانه الحكمة اللي بيديها الروح القدس تخليك متضع. رابع حاجة والاخيرة، الكلمة تعمل ايه؟ تغير فكرك، تجدد ذهنك. عندنا شكوى كتيرة قوي قوي ان ذهني مش متجدد، وعندي افكار كتيرة قوي متلخبطة. شوف رومية 12 عدد 2 يقول ايه؟ لا تشكلوا هذا الظهر، بل تغيروا عن شكلكم بايه؟ بتجديد اذهانكم، لتختبروا ما هي ارادة الله الصالحة المرضية الكاملة. عارف الآية اللي موجودة في عبرانيين 4:11؟ لأن كلمة الله إيه؟ حية وفعالة، أمضى من كل سيف، خارقة إلى مفرق النفس الروح المفاصل المخاخ، مميزة أفكار القلب ونياته. في حاجة بتعمل بتغير أكتر من كده؟ أربع حاجات، عشان كده كلمة بنقراها. غزة بتقوم بها إبليس، بتصير الجاهل حكيما، ونمر أربعة بتعمل إيه؟ تجدد الذهن. أوكي، أنت قررت النهاردة ما تقراش الإنجيل، أنت اتحرمت من أربع حاجات. من قلة الأكل هتتعرض لموت، الشيطان هيهاجمك ويغلبك، هتصير جاهل وتظل جاهلة. متأسف أخطيت يعني، ذهنك مش هيبقى متجدد، وبالتالي مش هتختبر إرادة الله. عشان كده انا بقول لك امر خطير جدا انك تهمل كتابك المقدس. خش بقى في نمرة 2 بطريقة عملية. اعمل ايه؟ عايزين نتعامل مع الكلمة بالنقط اللي جاية ديت. هقرا لك الآية اللي موجودة في رؤية 1:3، آية مشهورة قوي. طوبى للذي، ها حد مذاكر؟ يقرأ، وللذين يسمعون أقوال النبوة، وإيه؟ ويحفظون. ثلاث حاجات. إحنا بنتعامل مع الكلمة عن طريق ثلاث حاجات: نقرأ، نسمع، نحفظ. بحب أعمل كده مع الشباب عندنا، بعد ما نخلص القداس اجي الاولاد اللي حاضرين، ها هو البولس النهارده كان بيقول ايه؟ اه صحيح، والنهارده البولس كان بيقول ايه؟ نسبه 1% 2% ايه اللي بفكرين؟ لان يعني في حد قرا والمفروض انت تسمع. طب البراكسيس، طب الكاسيليكون، البراكسيس، طب انجيل النهارده ناسي. طب دلوقتي احنا قرينا الانجيل بتاع العشيه، حد فاكره ولا طار؟ راجع نفسك. ثلاث حاجات لازم تتعامل معاهم. واحد، عندك وقت في اليوم لازم تقرا الكتاب المقدس. تقرا، هقول لك على برنامج مقترح وخلي بالك معايا. الكلام اللي انا بقوله ده قاله البابا كرولوس، وانا قايل نقلا عن الحكايه دي عنه، يعني
عن بونا رفائيل وقال لي انه كان بيقول كده. بيقول ايه للناس اللي بيشتغلوا؟ عندك فترتين في اليوم، فترة الصبح وفترة بالليل. الصبح فيها مزامير وانجيل، وبالليل فيها ايه؟ مزامير وانجيل. ده كلام القديسين اللي ماشوا طريق القداسة. نمرة اتنين، حط معاد في اليوم ثابت واحترمه، واحترمه. حد من الاباء قال الكلمة دي وانا بحبها قوي، احترم مخدعك، احترم الوقت اللي هتقعده فيه مع ربنا. زي ما بتحترم كل حاجة هنا، احترم قعدتك مع ربنا. ما فيهاش موبايل، ما فيهاش شاي ولا نسكافيه، لكن فيها وقت مقدس امام السيد اللي هو ابوك. اصحي وابويا بس الهي اللي اعبده. فقرة الصبح تقرا الانجيل بالطريقة اللي هقول لك عليها، ما تقراش كمية كبيرة، اقرا كمية صغيرة. وليكن طبق القاعدة اللي هقول لك عليها، اسمها قاعدة الخمس اصابع. ايه قاعدة الخمس اصابع؟ ما تقدرش تشيل الانجيل باقل من خمس صوابع. لا يعني هو دي عشان تقدر تملكه، لا ثلاث صوابع ولا صباعين ولا اربع صوابع. لو عملت لك تجربه كده تشيله بخمس صوابع. هقول لك التجربه دي عشان تفتكر. قبل ما تقرا الانجيل صلي، صلي مزاميرك، قدم توبه، حلو قوي، اسجد. طبعا صلي مزاميرك حسب تدبير الروحي بتاع ابوك الروحي اللي مديهولك، كل واحد والتدبير الروحي بتاعه. بعد ما تصلي خلاص، تطلع جزء من الكتاب المقدس بالترتيب مش عشوائي، اياك تعمل حكايه القرايه العشوائيه، بالترتيب. هتقرا الجزء وليكن باراجراف صغير، انا بقول لك بروجرام تعمله الصبح، تقرا مثلا 20 ايه مثلا، باراجراف 15 ايه 20 ايه. صليت قريت ال 20 ايه، ارجع اقراهم تاني، خلي بالك اقراهم تاني بس اقرا على مهلك. وانت بتقرا القرايه التانيه او القرايه التالته هتلاقي نفسك بقيت تفهم الجزء. يبقى صليت قريت فهمت. نمره اربعه، اتامل. ايه اتامل دي بقى وعملها ازاي؟ اقول لك بالبلدي. وانت بتقرا العشرين ايه للمرة الأولى أو المرة الثانية أو المرة الثالثة، هتلاقي في آية بالبلدي كده عجبتك. حلو؟ خد الآية اللي عجبتك وجنبك أجندة، اكتب فيها الآية. اقرأ الآية دي اللي أنت طلعتها مرتين ثلاثة لوحديها. هتطلع منها عجب. ربنا عاوز يقول لك كلام من الآية دي، كلام ليك، كلام ليكي. أصل الإنجيل مش كتاب تاريخ، ولا كتاب قراءة، ولا كتاب روحي، لكن الإنجيل إيه؟ صوت الله ليا كل يوم. الآية اللي ربنا كلمك عندي هيقول لك فيها قصص، يا يقول لك وعد من وعوده تتمسك بيه، يا هيقول لك صفة من صفاته تمجده عليها، يا هيقول لك خطية تجتنبها. نخش على آخر صبع اسمه أطبق. إيه التطبيق؟ لما تطلع من خلوتك أو مخدعك طول النهار فكر في الآية دي. وعايز أقول لكم حاجة، في ناس شطار قوي قوي بيعملوا إيه؟ يكتبوا الآية في كارت صغير ويحطوه في جيبهم، طول النهار يرددوا الآية، على أقل النهار يكونوا عملوا إيه؟ حفظوها. دي فقرة الصبح. فقرة الصبح. أم الفقرة بعد الظهر إيه؟ عندك بروجرامات كتيرة قوي قوي قوي. إن قريت خمس إصحاحات في اليوم هتخلص الإنجيل في أقل من سنة. خمس إصحاحات في اليوم، دي فقرة بعد الظهر. بعد الظهر هعمل إيه؟ هقرأ مزامير، هصلي مزامير وأقعد أقرأ إيه؟ خمس إصحاحات. أربع إصحاحات ماشي، وخد سفر المزامير كل يوم خد منه خمس إصحاحات، يبقى طلعت المزامير من الإنجيل. ده قانون. يبقى انت يومك بالكتاب المقدس، الصبح خدت آية وبعد الظهر قريت. طب وانت بتقرأ الخمس إصحاحات
انت بتقرا بالراحه وفي ايدك قلم، الايات اللي تعجبك خطط عليها، انت كده اتشحنت بكلمه. انا بقول لك بطريقه عمليه عشان ما يطلعش الاجتماع في الاخر انت كلام عن الكلمه وخلاص. ابدا نفذ، ولو عدى منك خلوتك الصبح تبقى متضايق، بعد الظهر تعملها. وانا هقول لك نصيحه، اعمل مخدعك بتاع بالليل مش بالليل، اعمله بعد الظهر. يعني امتى؟ ترجع من شغلك سي الساعه 7 مثلا، 6 7 5 واتيفر. طب اعمل ايه؟ في ناس بتعمل كده، يخش يعمل قانونه بتاع بالليل. ليه؟ اصل لو قلع خد شاور واكل لقمه ونزل ورجع لو ارى. خد الموضوع بجد، حط مواعيد ثابته بس خليك يعني امين فيها. طب افرض مخدع بتاع بعد الظهر ده طار منك، بكره نعمل ايه؟ يبقى دبل، مش بركه انه راح الاربع اصحاحات، لا يبقى بكره عليك ايه؟ 8. بس حقيقي ما تاخدش حلوانه في سلوانه، يعني خلي بالك التمانية لو ما خدتهمش تالت يوم هيبقوا 12، هتكسل خالص. اول حاجه الكتاب بيقول لك طوبى للذي يقرا ويسمع ويحفظ. انا اديتك طريقه عمليه عشان بيها تخش نمره 2. ايه نمره 2؟ نمره 2 تلاقوها في مزمور 119، يقول لك بما يزكي الشاب طريقه، بحفظ اياه كلامك، بكل قلبي طلبتك فلا تضلني عن وصاياك. حد عارف ايه الايه في المزمور ده؟ ايه؟ خبأت كلامك فين؟ في قلبي لكي لا اخطئ اليك. لو عدى الروح القدس دلوقتي على كل واحد فينا، عارف حضرتك قلبك ده فيه سوسته كده، وفتح السوسته وشاف قلبك الكلمة اللي مخزنة فيه قد ايه، قول له لا يا عم استر عليا، ده الدنيا فاضية جوه. عارفين بابا كرولوس لما عمل عملية، وعملية الزايدة او يعني كان دخل مرة عملوه عملية وفي البنج سمع ال 150 مزمور. ده العقل الباطن، وعقلك الباطن في ايه؟ عقلك الباطن في ايه؟ جالي واحد حبيبي قوي دخل يعمل عملية، استأمني قال لي من فضلك اعمل معروف، اما يطلعوني خليهم يقعدوني في الافاقة لغاية لما افوق تماما، ومن فضلك مش عاوز مخلوق يعرف انا هقول ايه. قلت له يا عم انت في ايه جواك؟ تخيف ليه؟ ايه اللي مخزون جواك؟ خلي بالك، واحد طوبى للذي يقرأ ويسمع ويحفظ، اتنين خبي كلام ربنا كتير في قلبك، ده نتيجة القراية كتير. كل ما مثلا انت بتروح مشاوير بتسوق هنا مسافات كتيرة قوي، نص ساعة وساعة لربع وساعة وكده، حط في العربية في برنامج لطيف قوي لقراية الكلمة. في ناس بيقروا كلمة بطريقة ممتعة، انت بتسمع فده بيشحن، فتلاقي نفسك قلبك من جوه عمل ايه؟ اتملى وبديت تحفظ. املى كيانك بالكلمه. بص الايه الحلوه دي اللي موجوده في كلوسي 3 وافتكر 16، يقول لك لتسكن فيكم كلمه المسيح ايه؟ بغنى. والترجمه القبطي حلوه قوي، لتسكن فيكم كلمه المسيح بوفره. حس كده بوفره، ايه جوه قلبك؟ حافظ كم ايه؟ حافظ كم اصحاح؟ احكي لكم قصه عشان تقلت في الكلام، هما قصتين. قصه دي بس يعني ربنا يستر على الواحد. سنه 91 في امريكا اتقابلت مع واحد راجل ارمني، استاذ دكتور في جامعه هوبكن في كليه الهندسه في جامعه هوبكن، ومعاه طلبه. الراجل ده بيعمله زي درس كتاب، وبعدين قال لي تحب تقعد معانا؟ قلت له اقعد. بعدين اول ما قعدوا لقيت اللي هو الدكتور اسمه فروجيان مازمانيان، بس بيقولوا له يا ماز. الولاد صغيرين
لقيت الاولاد بيعملوا ايه؟ قال لي احنا ماشي الاول قبل درس الكتاب بنعمل نظام نسمع لبعض. سمعوا لبعض ايه؟ المجموعه 8 كل 2 يسمعوا لبعض ايات. كم ايه؟ 100 ايه. 100 ايه حافظينهم يسمعوا لبعض. ده يسمع له وده يسمع له. وما يجي يسمعوا الايه يسمعوا ازاي؟ بالشاهد. يعني يقولوا ايه كده؟ يوحنا 1:12 اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنين باسمه. يوحنا 1:12 بالشاهد. فاخر 2 قلت له دول ما بيسمعوش ايات ليه؟ قال لا دول خلصوا برنامج الايات بيسمعوا اصحاحات. انا بقى سني اكبر منهم كنت بدوب في الكرسي انا خايف يجي عليه دور يقول لي انت حافظ ايه؟ يا لهوي فضيحة. بدوا يسمعوا بيسمعوا انجيل يوحنا. هما الاثنين حفظوا كم اصحاح؟ 5 اصحاحات غيبا. قلت له قال لي حس بقى ان انا وش احمر وصفر وبتاع. قال لي تحب تخش معانا في البرنامج؟ قلت له اه اخش. قال لي طب بص اول حاجة تاخد 12 اية كتير ولا تاخد 8؟ قلت له طب اجرب ال 12. قال لي بس بشرط اسبوع ده هتحفظ 12 اسبوع جاي هتحفظ 12 يبقوا كام؟ هنسمع الكام؟ ال 24 واللي بعديها هنسمع كام؟ 36 مش اللي فات مات تخش؟ قلت له طب اجرب انا خايف يعني. قلت له طب اجرب. بديت شويه معاهم كده بس نزلت متبكت ويقولوا الايات مش حفظ بغبغانات. لا كان زمان وانا طفل صغير يعني في سن اعدادي كنا بنحب نقرا بستان الرهبان قوي قوي. كل اللي في السن ده زمان كانوا يحبوا كده. وبعدين في بستان الرهبان بتاعي كان مكتوب عن القديس زينون. القديس زينون ده مشهور عنه كده يقول لك كان يتلو غيبا كل يوم سفر أشعيا وأرميا ومراسي وحزقيال. أنا في الكتاب بتاعي لغاية النهاردة كتبت كده خط شديد كده خط هذه مبالغة كبيرة قوي يجب إصلاحها. بعد ما شفت العيال دي رحت رايح للسلكسار بتاعي شطبتها قلت رأيت بعيني مثل زينون. عيال أبطال. قصة تانية شفتها في أمريكا برضو ليلة رأس السنة في كنيسة ماري جرجس في نيوجيرسي وابونا بيقول مين حافظ آيات مين حافظ إصحاحات مسابقات يعني. فرأى واحد راجل كبير رفع إيده أنا ما ننسيش القصة دي خالص. فابنه قال له إيه يا عم يونان حافظ حاجة يا عم يونان؟ قال له يعني يا ابونا. قال له طب اتفضل يا عم يونان. عم يونان طلع الكنيسة كان فاهص. عم يونان مسك الميكروفون وبدأ يسمع رسالة العبرانيين. الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء قديما كلمنا في بابنه في دوشه بس عم ينام بيقول كده برزانه. عم ينام ضرب الاصحاح الاولاني ودخل على الثاني. ابونا مسك الميكروفون عم يونان اتفضل استريح اللي احنا كده خجلنا قوي عم يونان. ايه ده؟ هتفتكر ده من اين؟ كثره القرايه. احد الاباء اعرفه كويس قوي عندنا في نواحي جنب كده اسكندريه يعمل ايه؟ بيقرا يوميا 17 اصحاح. الموضوع بجد. طوبى للذي يقرا ويسمع ويحفظ. لازم تحط قانون وقلت لك ادي احدى القوانين صبح وبالليل. اشحن كيانك بالكلمه. عملنا تجربه عندنا في كنيسه الملاك في اسكندريه. قلت للاجتماع الاسره هديكوا 40 ايه اللي يقدر يحفظهم ونسمع بعديها باسبوع او اسبوعين نديله هديه. طلعت لي واحدة ست كبيرة عمرها عدى 70 سنة قالت لي ما اعتقدش انا اقدر احفظ. قلت لها نفسك تحفظي؟ قالت لي اه. تطلبي من الروح القدس. هي دكتورة. الدكتورة ديت بعد اسبوعين سمعت 40 آية بلا ولا غلطة كل الشاهد. والدكتورة امال دي بقى دلوقتي سوري ما قلت اسمها فطحاني بقى في الكنيسة ضربت 300 آية ولو انا وعظت وقاعده واقول الايه فيها حته غلط لا يا ابونا كذا والشاهد بتاعها كذا. يعني اللي هو اخش على النقطه الاخيره عشان
طولت في النقطة دي. املى كيانك بالكلمة، احفظ، خلي مخدعك، احترم مخدعك، خليش الدنيا تاخدك. النتيجة بقى ايه النتيجة؟ هقول لك على كم نتيجة بسرعة. اول حاجة، اتفرج على صلاتك بعد ما تقرأ الانجيل مختلفة. بتصلي المزمور؟ بعد ما تصلي مزمور ربنا يديك كلام تصلي، ده في مخدعك بينك وبنفسك. ايه اللي حصل؟ لكون ان قلبك بقى مليان بالكلمة، الروح القدس بيعمل ايه؟ تعرف الروح القدس بيعمل ايه؟ بياخد من الكلام اللي انت حافظه ويصلي بيه امام الاب. ايه ده؟ الكلمة بتعمل ايه؟ بتدخلك في عمق جديد في الصلاة. اسمع كلامي، ده مش كلام انا، ده كلام الاباء المختبرين. تلاقي مخدعك طعمه بقى جديد، والكلام اللي بتقوله مش بتاع امبارح. لا، لاحظ اللي بيقرا الانجيل كتير ويجي يحضر قداس مختلف. طبعا انتوا عارفين القداس كله من الكتاب المقدس. بقول لحد من الشمس تعرف تطلعه؟ قال لي هو من الكتاب المقدس. قلت له وديته حتى الرفرنس، تروح في خلاجي بتاع دير المحرق، كل حته من قداس الرفرنس بتاعتها جايه منين؟ من الكتاب. اللي بيقرا الكتاب صلاته تختلف. لانه ليه؟ لانه دخل في فكر الله وعرف فكر الله. يبقى نمره واحد هتلاقي حاجه عجيبه قوي، صلاتك اختلفت. اتنين، انتبه معايا، حصلت على نقاوة. ما نعاني منه، ما عندناش نقاوة. ليه؟ قلة الكلمة، قلة الكلمة. أما تقرأ الكلمة كتير تحصل على نقاوة. طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ طب والنقاوة دي تيجي إزاي؟ الكلمة أصلي بتغسل. عارف واحد من الآباء قال له أنا يعني بقرا كلمة كتير ما بيحصليش حاجة، عارفين القصة دي. فابو الروحي قال له خد السبت اللي مليان طين ده، روح املاه مية. لاجل الطاعة راح السبت من عمره ما هيشيل مية، يحط رجع. قال له ما جابش مية. قال له بس ايه اللي حصل؟ قال له السبت نضف. الكلمة بتنظفك. كل ما تقرا وتحفظ وتسمع الكلمة، احفظ الكلام اللي حلقه لك ده، تقدس وتنقي. عاوز تاخد فكر فيه قداسة، اقرأ كلمة كتير. يجي لنا عيني الولاد يقول لك أنا بتحارب بالشهوة، الشهوة مبهدلة دماغي. طب بتتسلح؟ طب بتقرأ كلمة؟ أصل الكلمة تقدس والكلمة تنقي، يجي لك نقاوة بكتر ما تعمل إيه؟ تقرأ كلمة، تقرأ كلمة على طول. كان عندنا أبونا الله ينيح نفسه في دمنهور اسمه أبونا إبراهيم الأنبا بشوي، معروف كان في مستوى الكرازة بفلاح الكتاب المقدس. تخش عليه في أي وقت يقرأ الكلمة، عندك موضوع مشكلة يقعد يتكلم معاك فيها، خلاص خلصت المشكلة، حضرتك بقى بتلك في أي كلام يضرب عينه في الكتاب المقدس. طول النهار بيعمل إيه؟ يقرأ بيقرأ بيقرأ بيقرأ. قوي. النتيجة إنك لما تقرأ الكلمة كتير وتحفظها، كلمة اللي إدها لك أبوك، إيه اللي يحصل؟ تتقدس وتتنقى وتتطهر. تالت حاجة تحصل عليها فرح، فرح عجيب. وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي لإيه؟ للفرح والإيه؟ والبهجة قلبي. فرح، فرح. إيه ده؟ ولا حاجة، الكلمة سببت لك فرح. تقدست، تنقيت، فرحت، دخلت في أعماق غير عادية. تحت الكلمة كلام كتير قوي، هكتفي بالحبة دولت. إنه أهميتها إنها غذاء، وإنك بتصد بيها هجمات إبليس، وبتصير الجاهل حكيما، وبتخش جوه الأعماق تعطيك تجديد الذهن. خدنا في نمرة اتنين الطريقة عملية، اعمل معاد لقراءة الكلمة، لأن طوبى للذي يقرأ ويسمع ويعمل إيه؟ ويحفظ. حط مواعيد للحكايه دي،
اتنين اعمل ايه؟ اتملي بالكلمة، احفظ الكلمة كتير ودرب نفسك وما تخافش هتحفظ، لان الكلمة دي بتعمل لك نتيجة. ايه نتائجها؟ تقدسك، تنقيك، تغير صلاتك، تعرفك فكر الله اللي بيها الله يكشف لك اسراره. عندي اولاد وبنات الحقيقة حاجة يعني من عاشقين للكلمة. واحدة فيهم يعني بس هي تشوف المسيح كده فيس تو فيس، يصحيها، افتحي ارميه كذا، تفتح ايه ده، ويقعد يتكلم معاها كده، حاسه بالكلام، افتحي كذا افتحي كذا، وبيها يعلن لك اسراره، سر الله لمين؟ لخائفين. طب انت ما تقعد تقرا الكلمه، ارجوكم ما تهملوش الكلمه. عايز اقول لكم ان بيوتنا، سامحوني في الكلمه اللي هقولها دي، بيوتنا ضعفت لما الكتاب اتقفل. زمان كانش فيه ميديا ولا فيه وعظ كتير، لكن الكتاب كان في البيوت مفتوح. وانا عمري ما انسى القصه دي، انا اختم بيها. في بيت تيتا الله يرحمها كانت الانجيل عندهم مفتوح، ومره وانا طفل كده فجيت لقيته بقفله، قلت لي لا يا حبيبي تقفلش الانجيل ابدا، الكتاب ده بقاله سنين مفتوح. ليه تيتا؟ عشان اي حد معدي او رايح يعمل ايه؟ يضرب عينه على اي كلمه ويقلبوه ويقعدوا يجتمعوا يقروا الانجيل. بيوت قويه لان الانجيل مفتوح، كل افراد البيت حافظين الكلمه ويقعدوا مع بعض مذبح عائلي. عشان كده ببوس رجليكم، رجعوا مذبح العائلي في البيت ولو مرة واحدة في الأسبوع، افتحوا الإنجيل مع بعض، صلوا صلوية واحدة، اقروا مع بعض الإنجيل. لو الإنجيل اتفتح بقينا في قوة، بيوت قوية وكنايس قوية. لو اتقفل الإنجيل عايز أقول لكم الشيطان هيخش. ليه؟ هو ما بيخافش إلا من كلامه، وكلامه يعني سلطانه. أما أي حاجة تانية ما تخافيش، تعمل اعمل اللي تعمله في الطريق الروحي. عشان كده اختم بقى بالكلام اللي اقوله لكم، كنيستنا حتيمه قايمه على منجليه ومذبح. منجليه الكلام اللي نسمعه، والمذبح المسيح اللي ايه؟ ناكله. الله يدينا كل واحد فينا يرجع يمسك انجيله. النهارده موضوعنا الله ابويا اداني كلامه عشان اعمل ايه؟ انمو. طب الله ابويا بيديني كلامه وانا ماكلوش، خلي بالك هتبقى في خطر. الله يدينا ناكل كلامه ونشبع بيه. ولإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين. لماذا يتكرر نفس الإنجيل كل يوم؟ القطمارس ليه نظام، يعني مثلا النهارده مثلا سنكسار في نياحة بطرك نقرا يوحنا 10، النهارده مثلا في نياحة عزارة او راهبات او كده نقرا متى 25 مثل عزارة كده. فهو التكرار لانه الكنيسة عاملة ارتباط، الشهور لها ارتباط. دلوقتي قبل لما نخش على راس السنة القبطية الجديدة بناخد مثلا قراءات عن الاستعداد، ففي اناجيل بتتكرر بسبب كده يعني. فترات الغموض، وليه ربنا ساكت ومفيش تعزية وحجب وجهه ليه؟ هل في خطية قديمة ما عرفهاش ربنا بيعاقبني عليها، ولا ده جزء من خطته والأبواب كلها مقفولة بقالها سنين أرجو الرد؟ ما تقلقش، اقعد مع أبوك افحص أعماقك، في خطية قول له يا رب سامحني، وروح لأب اعترافك، خلاص خلصت انتهت. طيب ليه مقفولة؟ قول له يا رب أنا بسلمك الأمور، افتح الأبواب اكشف لي، خلاص يا رب أنا سلمت لك الأمر. انتظر 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 الرب. الأعمال التي أعملها تعملونها وتعملوا أعظم منها. ما هي الأعظم منها بعد يسوع؟ المحبة.
بس هي عمل محبة. ايه الاعمال الاعظم منها؟ يعني انت يعني الحاجات، اولا مسيح او ميتين، هتقدر انت باسم المسيح او ميتين. وايه العمل كمان اللي هو ده والتنكم مستمرين فيه؟ المحبة. نقدر نعمل كده. وقالوا لكم ان قال فيكم جميع الناس حسنا، وانت وافقت ان الناس تقول لك، يعني تبقى مطرطر ودنك كده، الله 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 الله، دي نعمة ربنا. وين فيكم ان قال فيكم جميع الناس حسنا بقيتها، وانت قبلت الكلام ده، يعني من جوه قبلته. ما تقبلش، يقول يعني انا انا ناخد بعض اسئلة بس، سؤالين كده كمان عشان الوقت. ربنا ساعات بيبقى قاسي قوي، بيدي تجارب صعبة في أمراض وموت، إزاي نقدر نصلي له وقلوبنا مجروحة؟ أنت ليه اعتبرت إن ده يعني ربنا؟ أولاً مش التجارب ديت أو الحاجات اللي سمح بيها ربنا دي، مش أنت واخدها بمعنى غير المعنى. ساعات مثلاً الله يسمح بمرض لحد من حبايبنا، انت زعلان، لكن الله بينقيه عشان يكلله في المجد، وبعدين ياخده يقول لك ده انسب وقت ليه. انت بصص ان ربنا انه عامل كده ليا كده ليه؟ وربنا عامل ده الخير، ولان الله يهمه انت والاخر. فساعات المرض يكون للتنقية، وساعات يكون للتزكية، وساعات يكون لتمجيد اسمه. هذا المرء قالوا له كده، مين أخطأ، هو ولا أبوه؟ قالوا لا ده ولا ده، لكن لتظهر أعمال الله إيه فيه. أنا مريض ودايما أتألم، وهذا يعطلني عن أمور كثيرة، هل أصلي ضد المرض أم أقبل؟ اقبل وقول له يا رب لتكن مشيئتك، عاوز ترفع ارفع، عاوز تسيبه سيب، سلم لي. ناخد اخر سؤال كده، مش عارف اقرا ال ابونا ابراهيم كان خليل الله، وربنا بيكلمه فم لفم، قال عنه هل اخفي عن عبد ابراهيم انا فاعله؟ من سدوم عموره. ليه أبونا إبراهيم سمع كلام سارة في موضوع جريتا هاجر؟ وليه ربنا سمح بهذا ده؟ اسأل أبونا إبراهيم. حضرتك اتصل بيه واسأل، قول له أنت ليه عملتي كده ده؟ وليه ربنا سمح بكده؟ دي أسئلة صعبة يعني. يعني حضرتك إن كنت أنت متجوز ومراتك قالت لك حاجة، تقدر تكسر لها كلام؟ يا راجل حرام عليك يا راجل، أنت بتلوم إبراهيم دلوقتي. طب روح انت مكان ابراهيم. الله. وعندنا الموضوع الخلفه زمان ده كان موضوع رهيب، ما بتكلمش ازاي يعني. قلت له خش جيب عيال، حاضر يا عم. وربنا اشفق على ابراهيم وفاهم الحكايه ديت. لا يا ابي، زوجي بعيد عن الكنيسه من سنين، وبناتي الاثنين سايبين المسيح من اكثر من 8 سنين، وانا بصلي كل يوم وكل ساعه ولكن لا استجابة. هيستجيب، هيستجيب. وانا بقول لك ده، بقول لك دي بملء الثقة، لان انا اعرف واحدة اسمها مونيكا صلت من اجل اغسطينوس وجوزها وربحته. هيستجيب، ما تيأسيش. احكي لي قصة في الحكاية ديت واختم عشان الاسئلة كتيرة. ما قصة دي عندنا حد يعني في بلد من البلاد، يعني ابن بيشتغل محامي وشاطر قوي وحاجة يعني، بس بعيد عن ربنا بعد رهيب رهيب. الأب الديس بدأ يصلي من أجل الابن، وليالي ليالي شتى الصيف راكع أغلب الليل على ركبه على البلاط،
لدرجة ان الابن كان يخش بالليل. انا عايز اقول لكم القصة دي حكاها لي الابن يعني. فيبقى الاب ساجد على الارض وعامل كوعه على كومودينو. الكومودينو ده فيه السجاير بتاع الولد. فنسى سجايره. فيعمل لابوه اوعى اوعى. يقول له خليك انت اقعد صلي كده. يزقه كده ويفتح الدرج وياخد سجايره. والاب يقول للمسيح ما تاخدنيش الا ما اشوف توبه الولد ده. الولد الله سمح له بحاجه في عينه، مرض نادر قوي في العين اللي بعد فتره المفروض العين تقفل. المهم قصه طويله، الابن رجع وتاب. والاب كان عنده جمله واحده يقول للمسيح انا استلمت الولد ده من على المذبح. انتوا عارفين ما حد بنعمد حد بنناوله على المذبح اول مره، طفل، انا استلمته مع المذبح، لازم يرجع للمذبح. في يوم من الايام بقى الولد ده رجع وحضن ابوه، قال له انا رجعت خلاص للمسيح. قال له خلاص يا بابا، وقدم توبه كان يشهد بيها، توبه حقيقيه. نفس الاسبوع الاب قال للمسيح الان تطلق عبدك بسلام. مات في نفس الاسبوع، مات خلاص. الله امين، مش هتروح الدموع يا بنتي، مستحيل، بس خليكي مواظبه الصلاه والصوم، لان الشيطان ماسك ناس كتير قوي. الصوم والصلاه يفكوا ويعملوا عجيب. الله يدينا نعمه نحيا حسب قصده ومرضاته. في اسئله كتير لكن عشان بس ما اخركمش.